نهاركم أبيض بخطين حمر بلون تي شيرت قلعة الملوك ونادي الصفا. النهاردة حلقة يوم الثلاث 7 يونيو، بتشرف أن يكون معاكم النهاردة في وجبة رياضية صباحية خفيفة متنوعة، إن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم فيها. الحقيقة النهاردة عندنا موضوعات كثير هنتكلم فيها، كمان هيكون معانا النهاردة في الفقرة الحوارية فقرة سهم وقوس هيكون معانا الحقيقة ضيف عزيز ومهم، عزيز الحقيقة لأنه واحد من أساطير الصلاة بنادي الزمالك، وكمان هو ضيف مهم لأنه بخبرته هيقدر يفيدنا دلوقتي بالتحديد في تحديد بوصلة المرحلة القادمة لفريق كرة السلة بنادي الزمالك بطل مصر وأفريقيا في 2021، واللي للأسف تراجع بشكل ملفت في 2022. كده هينورنا النهاردة كابتن أحمد شوكت، أحد نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر في لعبة الباسكتبول، في محاولة للإجابة الحقيقة على تساؤل مهم جدا، وهو إزاي نقدر إن احنا نرجع سريعا لتراك البطولات، خصوصا طبعا مع تولي قيادة فنية جديدة بيرأسها المخضرم والمدرب الكبير كابتن أحمد مرعي، واللي اكيد يعني هتكون الفتره اللي جايه هتكون فتره مهمه وفتره ان شاء الله كلها خير في فتره قيادته. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، كابتن احمد مرعي كان بالمناسبه ضيف يعني عزيز علينا امبارح في قناه الزمالك مع الزميله العزيزه المتالقه دايما نيره الاحمر، اكيد بنتمنى له كل التوفيق في الفتره القادمه وفي الموسم المقبل. الحقيقه انه دايما احنا بنكون هنا سعداء في قناة الزمالك، واحنا دايما بنطل عليكم من شاشة قناة الزمالك، عشان كده احنا بنحب هنا في برنامج نهارك ابيض في البرنامج الصباحي ان احنا دايما بنحاول ان احنا نصدر لكم بارقة امل، بنحاول ان احنا الصبح كده يبقى فيه ابتسامة صباحية وسط كل اجواء الحياة الكثير المحفونة بقى بكل الصعاب اللي بنمر بيها طبعا خلال يومنا. عشان كده في حلقة النهاردة احنا الحقيقة محضرين لكم حاجة جميلة جدا، محضرين لكم نماذج زملكاوية تفرح بجد تفرح، واللي فرح اكتر الحقيقة ان هم سنهم صغير جدا وان هم قد ايه يعني ممكن نقدر نقول عليهم هم نواة جميلة لشباب يقدر ان هو يشرف ناديه وبلده قريب جدا الحقيقة في كبرى او في كبرى المحافل القاريه والدوريه. استنونا النهارده في فقره نبض 100 عقبه، هتشوفوا بجد حاجه جميله، بجد حاجه هتبسطكم جدا في فقره نبض 100 عقبه. طيب انا حابه في البدايه ان انا اروح معاكم لفريقنا فريق الكوره بنادي الزمالك، واحنا بالتاكيد ما زلنا في فتره التوقف الدولي اللي بيلعب فيها منتخب مصر ماتشاته في تصفيات الكان. دايما زي ما قلنا انه دايما فترات التوقف الدولي بتكون مهمه، يعني فترات التوقف الدولي كل العالم الحقيقه بتكون فرصة لكل الفرق في كل العالم ان هي تبدأ تعيد ترتيب اولوياتها، تشوف المشاكل اللي عندها وتبدأ تنظم امورها من اول وجديد، يبدأوا ان هم يكملوا على الاشياء الايجابية على الايجابيات، ويبدأوا ان هم يحاولوا ان هم يعدلوا او يصححوا السلبيات على قدر المستطاع في هذه الفترة. عشان كده انا حابة بقى اطلب من لعيبة وجمهور الزمالك في الفترة ديت حاجة مهمة جدا، احنا طلبنا منكم من كام يوم، طلبت منكم الابتعاد طبعا عن كل ما يتردد عن اخبار خاصه بنادي الزمالك في اي مجال، وفي الاخر الحقيقه دايما بتطلع كلها اشاعات وبيطلع كله كلام زي ما بنشوف ملوش اي اساس من الصحه، وهدفه الاول هو تشتيت ذهن اللاعبين عن اهدافهم في المنافسه طبعا على البطولات المختلفه اللي بنشارك فيها. برضه هطلب مره كمان، المره دي هطلب طلب من جمهورنا يعني بالخصوص، عايزه الجمهور يكون واثق جدا، عايزه الجمهور يكون داعم لقرارات مجلس اداره النادي في المرحله الصعبه اللي احنا بنمر بيها. افتكر كويس ان جمهور الزمالك يعني جمهور الزمالك عمره ما تخلى عن فرقته تحت اي ظرف وتحت اي حال من الاحوال، في امور كده يا جماعه اهل الخبره بيكونوا ادرى بيها، يعني في امور كده اهل الخبره زي ما بيتقال كده بيكونوا هم ادرى بيها، فاكيد الجمهور واكيد احنا كمان بيكون لينا راي، اكيد جمهور الزمالك من منطلق حبه لناديه بيكون عنده اراء في قضايا معينه، لكن في اوقات اهل الخبره بيكونوا ادرى بكثير في الامور اللي بتخص الفريق، وطبعا نتكلم عن كل الفرق الرياضيه داخل النادي، لانه الزمالك يا جماعه مش مجرد نادي او مش مجرد فريق بيشارك في بطولات محليه او قاريه، لا احنا بنتكلم عن قيمة كبيرة، بنتكلم عن قلعة عظيمة جدا واسم كبير جدا في الشرق الأوسط، يعني جمهور نادي الزمالك مش بس في مصر، احنا عارفين جمهور الزمالك من المحيط للخليج، يعني حتى أفريقيا في قارة أفريقيا السمراء في عشاء لنادينا بالملايين، فاحنا محتاجين ان احنا في حاجات نسيبها لأهل الخبرة، أفكر ان ده هيكون أفضل بكتير لمصلحة نادينا. أتمنى طبعا من جمهورنا ان هو يكون داعم للفريق، بنتكلم عن فريق الكورة خصوصا اليومين دول، الفترة اللي جاية ديت محتاجين دعم جماهيري كبير جدا، محتاجين كمان الجمهور يطمن تماما لكل قرارات مجلس إدارة النادي طبعا برئاسة سيادة المستشار مرتضى منصور اللي أكيد عنده
من الخبرة الإدارية الكبيرة جدا اللي هي تمكنه من إدارة كل الملفات بحكمة. احنا كقناة نادي الزمالك احنا أول منبر بيعلن وبيقول احنا في ظهر النادي، احنا في ظهر مسؤوليه، احنا داعمين ليهم بكل اللي نقدر عليه واكتر، هنا بدايه من قناه نادي الزمالك واكيد كل جماهير نادي الزمالك اللي فعلا بتحب النادي وخايف عليه. فاحنا بنقول لجمهورنا يا ريت نبعد عن كل الاخبار السلبيه، يا ريت نبعد عن كل الاخبار والاشاعات اللي احنا مش عارفين مصدرها واللي ما بتتقالش هنا في قناه نادي الزمالك، البوستات الهدامه اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا، كل الاخبار الكاذبه والاكاذيب اللي بتخص لعيبه نادي الزمالك. يعني عايزه اقول لكم على حاجه، يعني يا جماعه الزمالك ولا عنده مشاكل في القيد ان شاء الله، ولا كل الكلام اللي عمالين نسمعه اللي بيطلع، يعني بيطلع في توقيتات معينه مفهوم القصد وراها، احنا فاهمين القصد ورا اللي بيحصل ده كويس قوي، كل الامور ماشيه بشكل كويس جدا الحمد لله. وعايزه اقول لكم على حاجه، حقوق الزمالك الكامله في قضيه زي قضيه اللاعب محمود كهربا حقوقنا محفوظه فيها باذن الله، وده موضوع منتهي من يعني منتهين منه واتكلمنا فيه قبل كده كذا مره هنا في نهارك ابيض. احنا معانا اداره قويه عارفه ازاي تتحرك بشكل قانوني في المسائل اللي زي دي، فاحنا عايزين نكون مطمنين ان حقوق نادي الزمالك محفوظه بالكامل. باقي الكلام بقى اللي بيطلع كل يومين بقى بنسمعه كل شويه زي ما قلنا على السوشيال ميديا، مره يقول لك بن شرقي مش عارف ايه بزيزو مش عارف ايه، معرفش مين امبارح كان في كلام عن مصطفى فتحي اللي هو اساسا كان لاعب سابق في الزمالك ومش على قوه النادي حاليا، بس لازم يعني لازم كده برضو ايه اسمه يتحط في جمله مفيده في النادي وفي الاشاعات اللي احنا بنقعد نسمعها كل يومين، تسمع اشاعه جديده كل يومين، تسمع اسم جديد وكل يومين تسمع قصه جديده. كل الكلام ده الهدف منه في التوقيت ده زي ما قلت لكم هدف واضح للجميع، اي حد بس محتاج ان هو يفكر كده او اي حد بيفكر بشكل سليم هيعرف الهدف من الكلام اللي زي ده. بالنسبه لنا احنا المطلوب مننا في الفتره دي ان احنا ما نركزش في اي حاجه من الكلام اللي بيتقال ده، او احنا طلعنا وقلنا مليون مره ده كلام يا جماعه ودي اشاعات ما تاخدوش كلام غير من المصدر، غير من النادي، غير من الناس المعروفه اللي هتطلع وتتكلم في حال المتحدثين الاعلاميين باسم قناه نادي الزمالك. اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره، فاحنا محتاجين ان احنا نخلي تركيزنا على دعم فريق الكوره وبس. احنا عندنا ثقه كبيره في كل طبعا قرارات مجلس اداره النادي. يعني خلوني اقول لكم على حاجه، احنا امبارح مثلا احنا خدنا تجربه وديه مهمه جدا مع فريق المصريه للاتصالات، عايز اقول لكم ان احنا كسبنا فيها الحمد لله بنتيجه 2-0. طبعا اللي سجل الهدفين دول محمد حمدي ويوسف اسامه نبيه، طبعا دول من شبابنا في فرقه الامل اللي بننتظر منهم ان هم يقدموا لنا يعني مواهب واعده باذن الله، ومتفائلين خير جدا بمشروع فريق الامل ده والمشاريع الناجحه جدا داخل نادي الزمالك. عايز اقول لكم ان مستر فريرا في الوديه امبارح وجرب اكتر من عنصر من الفريق الاول، وكمان جرب اكتر من عنصر من فريق الامل زي ما بقول لكم، هتشوفوها بكره، هتشوفوا النماذج ديت بكره، وان شاء الله هتقولوا انه احسن تخطيط حصل في الزمالك خلال الفتره الاخيره هو فكره فريق الامل. طيب احنا بنجهز لايه بالكلام ده؟ يعني احنا دلوقتي احنا بنجهز ليه؟ احنا دلوقتي عندنا ماتش مهم مع الداخليه، ماتش خروج مغلوب، طبعا الماتش ده هيكون في مسابقه كاس مصر يوم 13 من الشهر الجاي، هو يوم الاثنين الجاي. يعني احنا محتاجين ان احنا نكسب المباراه ديت، مباراه مهمه، محتاجين ان احنا نكمل في مسابقه كاس مصر بتاعت طبعا احنا بنتكلم عن الموسم الحالي، وبعد كده هنشوف ايه اللي هينتظرنا في مسابقه الدوري. بالمناسبه برضو حابه اقول حاجه، احنا بنعيد وبنكرر على ذكر الدوري، احنا من حقنا تماما، من حق نادي الزمالك ان هو يرفض ان هو يلعب ماتش القمه او اي ماتشات في الدوري عموما، مش بنتكلم بس عن ماتش القمه، قبل ما المنافس يلعب مبارياته المؤجلة كلها. طبعا ده طلب عادل جدا، طلب منطقي جدا، واتكلمنا برضو فيه قبل كده. طيب مين بينافس الزمالك؟ الجدول هو اللي هيقول. فريق بيراميدز وده طبعا كان متبقي له مباريات لعبها وخلاص خلصها، ممكن زايد كمان عننا ماتش كمان، فالمسألة قريبة مش بعيدة. فريق النادي الأهلي لعب لحد دلوقتي 16 مباراة فقط مقابل 20 مباراة للزمالك، يعني احنا بنتكلم فارق كبير، بنتكلم فارق أربع مباريات، أربع مباريات ب 12 نقطة، والفارق حاليا 7 نقاط لصالح الزمالك. فلا معلش، منطقي وفير جدا إن احنا نطلب طلب زي ده، منطقي وفير جدا إنك تلعب مبارياتك تتساوى، نتساوى في الإجمالي في عدد المباريات، أو على الأقل نقرب المسافة شوية زي كده، المسافة بين الزمالك وبيراميدز، الزمالك وقتها يلعب بقى كل ماتشاته مفيش أي مشكلة، مش هيبقى عندنا أي مشاكل. أفتكر إن الطلب ده طلب منطقي جدا، أفتكر إنه لو العكس
كان حاصل الموسم ده كان المنافس هيطلب ده وهيتمسك بيه، وده حصل قبل كده. وقلنا قبل كده بدل المره 2 و3 احنا مش بنتكلم في اختراعات، احنا ما بنطلعش نقول كلام جديد، لا الكلام ده بيحصل، شواهد موجوده وقريبه جدا. فيعني احنا بنطلب بطلب منطقي وطلب عادل، الطلب قبل كده يعني الطلب قبل كده من المنافس. احنا محتاجين ان المنافس يلعب كل مؤجلاته وبعد كده نستكمل بقيه مبارياتنا. زي ما قلنا الامر طبيعي انك طالما في منافسه قويه على بطوله مهمه لازم شرط العداله يكون موجود، لازم شرط العداله يكون متحقق بين جميع الفرق. وعلى فكره ده كمان هيكون امر صحي للجميع في مسابقه الدوري، يعني مساله ان كل الفرق تلعب كل مؤجلاتها، لانه الحقيقه في منافسه على المراكز المؤهله للبطولات القاريه، في منافسه كمان على الهروب من الهبوط. وفي الاخر هرجع واكد على حاجه، اي قرار هتاخده اداره النادي في الامر ده هيكون اكيد عن دراسه شامله طبعا للموقف كله بكل يعني بكل اشكاله وتفاصيله. فكل التوفيق لنادي الزمالك، كل التوفيق لمجلس اداره نادي الزمالك في المرحله القادمه. ويا جماعه صدقوني الموضوع مش محتاج حاجه صعبه، احنا بنحب نادينا، احنا بنحب الزمالك ودايما واقفين في ظهره. فاحنا كل اللي محتاجينه الفتره دي محتاجين شويه تكاتف، محتاجين ان احنا نتكاتف كلنا، اداره، جمهور، لعيبه، اعلام. اعلام لازم يكون داعم للنادي ولكافه عناصر المنظومه الزملكاويه. خلاص احنا تم الاعلان عن ان ماتشين السوبر سواء بتاع السنه اللي فاتت او بتاع السنه ديت هيتلعبوا في دوله الامارات الشقيقه الجميله، وش السعد طبعا على نادي الزمالك. فبامر الله احنا طبعا هنشارك في سوبر الموسم الماضي باعتبارنا ابطال الدوري، غير اننا وصلنا كمان فاينل الكاس، وعلى اعتاب ان شاء الله انجاز تاريخي يوم 23 يوليو باذن الله هنحقق الثنائيه الرابعه في تاريخ القلعه البيضاء. رغم كل الظروف الصعبه اللي مرينا ولسه ما زلنا بنمر بيها، لكن احنا قادرين ان شاء الله على تحقيق الثنائيه. سوبر الموسم ده برضو بامكاننا المشاركه فيه لو ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نحافظ على لقب الدوري اللي احنا متصدرينه السنه دي، او كملنا طبعا لمنصه التتويج في رحله الكاس، وان شاء الله نعملها. يعني محدش عارف، احنا الموسم اللي فات كان موسم صعب جدا وقدرنا نكون فيه رغم كل الصعاب اللي مرينا بيها ان احنا نكون ابطال الدوري. فمين عارف يمكن السيناريو ان شاء الله ده يتكرر مره ثانيه، وزي ما قلنا دايما انه العبره بتكون بالخواتيم. طيب دلوقتي خلونا بقى نروح لاخبارنا الزملكاويه والاخبار المحليه، ونروح نستعرض معاكم كل الاخبار الجديده على الساحه الرياضيه وفقره اقرا الخبر. فاقرا الخبر البدايه كالعاده بتكون من عند نهارك زملكاوي، والفوز طبعا اللي حققه الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك على فريق المصريه للاتصالات بنتيجه 2-0. طبعا ده كان في المباراه الوديه اللي اقيمت امبارح يوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء. طبعا اللي سجل هدفي الزمالك كان محمد حمدي، سجله في الدقيقه، سجل الهدف الاول في الدقيقه ال 12 من عمر الشوط الثاني. كمان يوسف اسامه نبيه سجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 من الشوط الثاني برضو. شهدت المباراة مشاركة عدد كبير الحقيقة من لاعبي الفريق الأول، كمان كان في عدد كبير من فريق الأمل. والحقيقة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فريرا كان حريص على تجربة أكتر عدد أو أكبر عدد ممكن من اللعيبة في أوقات مختلفة من اللقاء. طبعا ده كان تمهيدا للاستعانة بالعناصر المميزة منهم في الفترة المقبلة. كمان طبعا الزمالك خاض أودية الاتصالات من 3 أشواط زي ما قلنا لكم امبارح، وده كان بالاتفاق بين الفريقين لتحقيق أكبر استفادة من مشاركة أكبر طبعا عدد من اللعيبة. هو ده اللي اتحقق بالفعل بعد ما لعب الزمالك المباراة بأكثر من تشكيل على مدار الأشواط الثلاثة. طيب امبارح للاسف حازم امام اتعرض، طبعا الظهير الايمن للفريق لاعبنا حازم امام اتعرض لشد عضلي خفيف اثناء مباراه الزمالك والمصريه للاتصالات، المباراه الوديه اللي اقيمت امبارح بمقر النادي. طبعا الجهاز الفني للفريق بقياده مستر فريرا فضل خروج حازم امام خوفا من تفاقم الاصابه، وكمان وقتها حل يوسف اسامه نبيه بديلا لحازم امام طبعا واللي سجل الهدف الثاني. حازم امام بيخضع حاليا
عين لفحوصات طبية وبيخضع لأشعة النهاردة على موضع الإصابة طبعا للإطمئنان عليه وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع ليه خلال الوقت اللي جاي لتجهيزه للمشاركة خلال الفترة القادمة إن شاء الله تكون إصابة بسيطة ويقوم منها سريعا. نروح بقى للمغربي محمد أوناج من الجناح الهجومي للفريق واللي شارك امبارح في المباراة الودية أمام المصرية للاتصالات خلال الشوط الأول. طيب خلونا دلوقتي نروح للقطة جميلة جدا حصلت امبارح خلال لقاء فريقنا الودي أمام المصرية للاتصالات، واللقطة دي كانت مع عند نجم الزمالك السابق الجوكر كابتن حمادة طلبة واللي هو حاليا المدرب المساعد لفريق الاتصالات. طبعا كابتن حمادة طلبة كان حريص على تحية زملائه السابقين بالزمالك وده كان على هامش المباراة الودية اللي حدثت امبارح زي ما قلنا بين الفريقين. كابتن حمادة طلبة عبر عن سعادته بالتواجد داخل نادي الزمالك وبالتحديد على ملعب عبد اللطيف ابو رجيل اللي اكيد كان شاهد على نجوميته خلال الوقت اللي فات وتحقيق كمان الثنائية التاريخية في 2015 تحت قيادة باردو مستر فريرا اللي كان مقتنع جدا بكابتن حمادة طلبة وقتها، وزي ما احنا فاكرين لو تفتكروا اخترع له وقتها مركز الظهير الايسر رغم ان هو ما كانش اشول. كمان كابتن حماده طلبه دخل في حديث مع شيكابالا وحازم امام ومحمد عبد الشافي طبعا زملائه السابقين بالفريق واستعادوا طبعا مع بعض ذكريات الفتره الجميله اللي فاتت. يعني كابتن حماده كمان كان معاه ولاده في التمرين، خدهم معاه التمرين وده ابنه الكبير مالك طبعا سميه على اسم الزمالك، يعني هو مالك على اسم الزمالك. ومعانا صوره ثانيه مع مستر فريرا في المباراة امبارح، يعني طبعا كانت لفتة جميلة جدا وكان وجود اكيد كابتن حمادة طلبة اللي دايما بنتشرف بيه وبنسعد بوجوده سواء بقى في نادي الزمالك او معانا هنا في قناة نادي الزمالك، دايما مداخلاته ووجوده دايما بيشرفنا وبيسعدنا دايما. طيب نروح لخبر تاني. بعد الفوز امبارح وديا على المصريه للاتصالات الجهاز الفني للفريق بقياده مستر فريرا قرر منح اللاعبين راحه من التدريبات الجماعيه النهارده، ومن المقرر ان يستأنف الفريق تدريباته الجماعيه بكره باذن الله يوم الاربعاء على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر النادي الساعه 4:30 العصر. طبعا زي ما احنا عارفين ان الزمالك بيستعد حاليا لمواجهه الداخليه يوم 13 يونيو الحالي على استاد القاهره الدولي ضمن مواجهات دور ال 32 من بطولة كاس مصر للموسم الحالي. المباراة ديت مباراة مهمة وزي ما قلنا دي مباراة خروج المغلوب، فاحنا مضطرين ان احنا نهتم بالمباراة ديت جدا وان شاء الله يكون الفوز حليف الزمالك فيها. نروح لخبر تاني، والجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فريرا استقر على عدم خوض مباريات ودية تانية خلال الفترة اللي جاية طبعا بعد مباراة امبارح الودية امام المصرية للاتصالات، واللي تقرر الاكتفاء فيها بأداء ودية واحدة طبعا فقط على أن يتم في المقابل مواصلة التدريبات يوميا على ملعب النادي. طبعا ده هيكون بداية من بكرة يوم الأربع ولحد يوم الحد الجاي، ويوميها هيتم الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الداخلية يوم الاثنين في كاس مصر على استاد القاهرة الدولي. طبعا الجهاز الفني طمن امبارح خلال اللقاء الودي على جاهزية اللاعبين للمشاركة والعناصر كمان اللي هيتم الاعتماد عليها خلال مباراة الداخلية، وطبعا عشان ضيق الوقت ومنعا كمان للتعرض للإجهاد تم الاكتفاء بأداء مباراة ودية واحدة فقط لحد يوم المباراة. طيب نروح نطمن على موقف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب وقائد الفريق من ناحيه الجاهزيه للمشاركه في مباراه الداخليه الجايه في كاس مصر، مقرر زي ما قلنا ليها يوم الاثنين الجاي في دور ال 32 من مسابقه كاس مصر للموسم الحالي. طبعا شيكابالا من الناحيه الطبيه خلاص اصبح جاهز بنسبه 100% للمشاركه بعد تعافيه تماما من اصابه العضله الخلفيه، لكن اتكلمنا قبل كده انه من الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه فهو بيتم تجهيزه بأفضل شكل عشان يكون جاهز بنسبة 100% للمشاركة. طبعا ده اللي بيتم معاه خلال الفترة الحالية من خلال البرنامج التدريبي الخاص اللي بياخده شيكابالا في الفترة الحالية. أما عن موقفه من ماتش الداخلية فبشكل أكيد الأباتشي هيكون جاهز طبيا وبدنيا وفنيا للقاء الداخلية، وأمر مشاركة شيكابالا بالتأكيد هتكون للرؤية أو لرؤية الجهاز الفني بقيادة مستر فريرا. طبعا بنتمنى مشاركته في مباراة الداخلية، أكيد مشاركته هتكون مهمة جدا ومهمة طبعا لفريقنا. طيب
اخر خبر معانا النهارده عن طارق حامد لاعب وسط الفريق اللي لسه بيواصل خلال الفتره الحاليه البرنامج التاهيلي والعلاجي الموضوع ليه في اسبانيا تحت اشراف اخصائي العلاج الطبيعي الخاص بنجمنا المصري محمد صلاح. طارق حامد نشر امبارح على ستوري على انستغرام، طبعا على حسابه الخاص على انستغرام، صور ليه وفيديوهات اثناء اداء التدريبات التاهيليه، وطبعا دي اللي هنشوفها وهنعرضها لكم معانا دلوقتي. ف احنا عارفين طبعا ان طارق حامد بيعاني من الام في موضع اصابته القديمه في الركبه، وبالتالي لسه موقفه من لقاء القمه يوم 19 يونيو ما اتحسمش، وان كان الاقرب بنسبه كبيره جدا غيابه عن هذه المباراه. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، وبنتمنى عودته سريعا بجاهزيه بدنيه قويه وفنيه ايضا قويه. يعني طارق حامد معروف ان هو واحد من الركائز المهمه، واكيد غيابه مؤثر على الفريق بشكل كبير جدا. دي كانت أخبارنا المحلية. دلوقتي بقى تعالوا ناخدكم ونروح في جولة عالمية نشوف فيها آخر وأحدث الأخبار العالمية، ونروح لفقرة نهارك عالم. خلونا نبدأ نهارنا العالمي النهاردة من عند تصفيات المونديال، وتحديدا في قارة آسيا اللي هيخوض فيها منتخب الأبيض الإماراتي الشقيق الليلة مباراة مهمة وصعبة جدا في قطر ضد نظيره منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي ضمن تصفيات القارة المؤهلة لكأس العالم 2022. الماتش ده طبعا بيتلعب ما بين المنتخبين أصحاب المركز الثالث في مرحلة المجموعتين في التصفيات الآسيوية. منتخب الإمارات اتأهل في المركز الثالث ورا إيران وكوريا الجنوبية اللي تأهلوا بالفعل للمونديال. منتخب أستراليا هو كمان كان ثالث مجموعته وراء السعودية واليابان اللي حسموا هما كمان تأهلهم لكأس العالم. طبعا مباراة النهاردة هي الخطوة الأولى للأبيض الإماراتي من خطوتين تجاه التأهل لمونديال قطر، لأنه لو ربنا كرم وكسبوا النهاردة هيصعدوا للملحق العالمي، وهيقابلوا يوم الثلاثاء الجاي يوم 14 يونيو هيقابلوا خامس قارة أمريكا الجنوبية منتخب البيرو. طبعا دي هتكون مباراة حاسمة، هيتأهل الفايز فيها مباشرة للمونديال، وقتها هيكمل منتخبات المجموعة الرابعة القوية جدا الحقيقة في كأس العالم، واللي بتضم كمان منتخب فرنسا حامل اللقب ومنتخب الدنمارك وكمان منتخب تونس. على فكرة منتخب الإمارات بيقوده حاليا المدرب الأرجنتيني رودولفو أروا بارينا، اللي كان سبق ليه تجربة في مصر مع نادي بيراميدز لو تفتكروا. طبعا هو بيسعى حاليا بكل قوة لتحقيق المجد لفريق الأبيض الإماراتي وقيادته طبعا للتأهل للمرة الثانية في تاريخه للمونديال، والأولى من وقت مشاركته في مونديال سنة 90 بإيطاليا. طيب نروح للماما افريكا، وتحديدا في تصفيات الكان هيواجه بطل افريقيا منتخب السنغال نظيره منتخب رواندا على ملعب عبد الله واد ضمن منافسات الجوله الثانيه من المجموعه ال 12 في التصفيات المؤهله لنهائيات امم افريقيا 2023 والمقامه في كوت ديفوار. منتخب السنغال هيدخل مواجهه النهارده متصدرا جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، متفوقا كمان على منتخبي رواندا وموزمبيق اللي عندهم نقطه واحده. في الوقت اللي بيتدايل فيه منتخب بنين الترتيب بدون اي رصيد من النقاط. من الحقيقه ان منتخب اسود الترانجا هيسعى الليله لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد ما حقق انتصار كبير على ضيفه منتخب بنين بنتيجه 3-1 في الجوله الاولى، وطبعا ده كان بقياده نجمهم الاول ساديو ماني اللي هيسعى اكيد لمواصله تالقه مع اسود الترانجا بعد تسجيله هاتريك الماتش اللي فات في مرمى بنين، خلوه طبعا الهداف التاريخي للسنغال برصيد 32 هدف متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم النجم الكبير هنري كامارا برصيد 29 هدف. اما في القاره العجوز اوروبا، فادى امبارح منتخب انجلترا ميرانو الاخير على ملعب اليانز ارينا في ميونخ استعدادا لمباراته المرتقبه ضد المانيا النهارده في قمه منافسات الجوله الثانيه من مباريات المجموعه الثالثه لدوري الامم الاوروبيه. منتخب الاسود الثلاثه تحت قياده مدربه جاريث ساوثجيت كان افتتح مشواره في النسخه الثالثه من دوري الامم الاوروبيه بشكل سيء جدا الحقيقه بعد الخساره بنتيجه 1-0
1-0 بره ملعبه قصاد المجر يوم السبت اللي فات، عشان يتذيل من بدري مجموعه الموت الناريه اللي بتضم معاه زي ما قلنا قبل كده المانيا والمجر وكمان ايطاليا. طبعا المجموعه اللي تعدت معاها المانيا في الجوله الاولى بنتيجه 1-1 في المباراه اللي اتلعبت وقتها في مدينه بولونيا الايطاليه. حقيقة ماتش حلو جدا النهاردة، يعني هيكون الساعة 9:15، هتحسوه كده ماتش من ريحة الحرب العالمية، بس مش مجرد ماتش كورة عادي، لا على فكرة يا جماعة مباريات دوري يعني دوري الأمم الأوروبية مش بتكون مذاعة تلفزيونيا في الشرق الأوسط، لكن أكيد هتقدروا تشوفوها على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اعملوا سيرش على يويفا تي في وهتقدروا ساعتها تلاقوا المباراة منقولة على الموقع، وأكيد هتستمتعوا بيها أونلاين. طيب لسه مكملين في ألمانيا وبرضو مكملين في بايرن ميونخ، لكن مع الأزمة اللي طبعا شكلنا داخلين عليها، شكلنا داخلين على صدام قادم بين النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ونادي بايرن ميونخ، في ظل طبعا رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل الصيف ده وتصميمه على مغادرة بايرن ميونخ والانتقال لصفوف برشلونة. شبكة سكاي سبورتس أكدت أن ليفاندوفسكي واثق من إمكانية انتقاله للبارسا الصيف ده، وما عندوش شك 1% أن هو هيكمل في بايرن ميونخ غصب عنه. طبعا ده على الرغم من مسؤولي البايرن أكدوا أن هم واثقين هم كمان أن المهاجم البولندي المخضرم هيكون أو هيكمل عقده معاهم للنهاية بشكل طبيعي لحد الصيف 2023 ومش معروض للبيع حاليا. ليفاندوفسكي زي ما احنا فاكرين كان قال الاسبوع اللي فات في تصريحات ليه ان قصته مع بايرن ميونخ انتهت، وان هو عقده انه يعني الفتره دي خلاص انتهت، وان هو عنده رغبه في خوض تجربه جديده في مسابقه جديده، وكان طبعا قصده على الليجا مع برشلونه. ليفاندوفسكي قال كمان ان هو واثق من ان النادي اللي لعب له 8 سنين اكيد مش هيقف في طريقه لمجرد ان هو يقدر يعمل ده. عموما احنا هنشوف اكيد ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه ديت، يعني في ظل ثقه كبيره من كل طرف، ثقه كبيره عند ليفاندوفسكي، ثقه كبيره عند بايرن ميونخ. يعني انا توقعاتي شخصيا ان ليفاندوفسكي ممكن ان هو يرضخ فعلا ويكمل في بايرن ميونخ، لان برشلونه الحقيقه الفتره دي مش افضل حاجه، برشلونه ما عندوش القدره الماليه الكافيه ان هي تخليه يخلص الصفقه ديت من بايرن ميونخ حتى لو متبقي في عقد ليفاندوفسكي سنه واحده بس. فيعني برشلونه فيهم اللي مكفيهم من مشاكل ماديه، وزي ما احنا شفنا امبارح كنا بنتكلم انا ونيرفانا في موضوع ان هم بيأجروا ملعب كامب نو حاليا لاقامه الافراح، فاحنا شكلنا داخلين على قصه كده كبيره اكيد هنتابع فيها الفتره الجايه، هنتابعكم فيها بكل الجديد قصه ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ وبرشلونة. طيب بمناسبة فترة التوقف الدولي وتألق نيمار مع البرازيل واقترابه من معادلة رقم الأسطورة بيليه كهداف تاريخي للمنتخب البرازيلي، حبينا ان احنا هنفكركم كده بالتوب 3 طبعا الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم الكبرى عبر التاريخ. يا ترى مين اول ثلاث هدافين تاريخيين لمنتخب البرازيل، الأرجنتين، إيطاليا، البرتغال وكمان غيرهم كثير؟ تعالوا نشوف مع بعض نتعرف عليهم سوا ونرجع مرة تانية. We'll be right back.
طبعا بنشكر زمايلنا على التقرير المميز او على الاحصائيه المميزه دي للاعبون الاكثر تهديفا عبر التاريخ للمنتخبات الكبرى. بنشكركم جدا فريق الاعداد على هذه الاحصائيه. طيب تعالوا نروح دلوقتي للقطه اليوم نشوف برضو فريق الاعداد محضر لنا فيها ايه ونرجع مره ثانيه. طبعا اللاعب اللي جاب الهدف الرائع ده لاعب استرالي من اصول سودانيه اسمه الو كود تقريبا، لاعب استرالي من اصول سودانيه، هدف رائع زي ما شفناه مع بعض. طيب دلوقتي تعالوا نروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على خريطه مباريات النهارده قبل ما نروح فاصل سريع جدا نرجع نكمل معاكم بقيه فقرات نهارنا ونهاركم الابيض. اهلا بيكم من جديد، وصلنا دلوقتي لفقره نبض ميتاو. خلونا في البدايه كده نروح للايف من داخل نادي الزمالك وناخد من هناك زميلنا مراد ابو جلال اللي محضر لنا الحقيقه لقاء حلو جدا مع بطلات وناشئات الجمباز داخل نادي الزمالك. يا مراد اهلا بيك ونهارك ابيض. نهارك ابيض يا مراد. برحب بك يا الزميلة العزيزة إنجي يحيى، برحب بجميع مشاهدينا في كل مكان من هنا من نادي الزمالك، وجولة رياضية جديدة من جولتنا الصباحية واللي دايما يا إنجي طبعا بنسعى فيها إن احنا نلقي الضوء على جميع الألعاب الرياضية داخل نادي الزمالك، وبالتأكيد اللعبة اللي معانا اليوم بالتأكيد لعبة مهمة جدا داخل نادي الزمالك خاصة في السنين الأخيرة، لعبة الجمباز الأيروبيك طبعا واللي يمكن نادي الزمالك محقق فيها مركز متقدم، مراكز متقدمة جدا وميداليات ما شاء الله كتيرة جدا في بطولة الجمهورية الأخيرة والتي أقيمت في نادي المقاولون العرب، واستطاع نادي الزمالك في مرحلتي 2012 و2013 حصد 20 ميدالية بواقع 17 ميدالية فضية وطبعا 13 ميدالية فضية و7 ميداليات ذهبية. بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب انجي. يمكن معانا الدكتور عماد علي طبعا مدير فني ايروبيك بنادي الزمالك عشان يكلمنا على هذا الانجاز الكبير. دكتور عماد برحب بك على شاشة قناة الزمالك، منورنا ومشرفنا، تحيات انجي يحيى في الاستوديو. اهلا وسهلا، اهلا بكم جميعا وشرفتونا. دكتور يمكن ما شاء الله انجاز كبير طبعا، شايفين تحقيق ميداليات 20 ميداليه 7 ميداليات ذهبيه و13 ميداليه فضيه، انجاز كبير يمكن خاصه ان انتوا اول مره تشاركوا في البطوله. في الحقيقه احنا اول مره في نادي الزمالك يشارك في جمباز الايروبيك، وده كان اول تحدي بيننا وبين الجهاز الفني بتاعنا ان احنا ان شاء الله عايزين نطلع بناتنا على اعلى مستوى. اشتغلنا كويس قوي مع الجهاز الفني بتاعنا ومع البنات بتاعتنا، احنا بنتكلم على مرحله 9 سنوات و10 سنوات منهم كان اول مره يشارك في الجمباز. عملنا الوحدات التدريبيه بتاعتنا، عملنا التكثيف بتاعنا، ركزنا في البطولات، دخلنا والحمد لله ربنا اكرمنا ب7 ذهبيه و13 فضيه. نامل ان احنا كان ان شاء الله كل اللاعبات تبقى ذهبيه، وده هيبقى تباعا ان شاء الله في المواسم اللي جايه، علشان هي بتبقى طبعا اول بطوله للبنات بتبقى مخضوضه بتبقى متوتره، فان شاء الله جاي افضل طبعا باذن الله. كده يا دكتور عشان توصلوا لبطوله مهمه زي دي وميداليات بعدد ميداليات ما شاء الله نمسك خشب كبير زي دوت، اكيد بيتطلب منك مجهود كبير جدا، وان انت لسه بتعود الناشئ من صغره، بتعمل ايه عشان تقدر تعمل الحته دي؟ احنا في الاول اخذنا اللعيبه بتاعتنا، عملنا لهم التقييم بتاعنا، ابتدينا نشتغل على مع المدربين، عملنا البرنامج، ابتدينا نشوف مستوى البنات نقيمهم، ابتدينا ان احنا نحط الخطط لحد مثلا عنده حاجه معينه واقع فيها.
دعم طبعا من الجهاز الفني برئاسه الكابتن ابو العيلة، يعني مشكورا عندنا المدربين كانوا على اعلى مستوى، كل الحاجات اللي احنا كنا محتاجينها في العمليه التدريبيه او الاداريه. طبعا اسمح لنا اشكر بقى يعني مجلس اداره النادي، سياده المستشار مرتضى منصور، سياده المستشار احمد جلال كان يعني ما تاخرش علينا في اي حاجه، سياده النائب احمد مرتضى، كابتن امير طبعا كانوا باستمرار لو في اي حاجه احنا محتاجينها. كان في شويه حاجات محتاجينها اداريه في الملاعب كده، ما الناس ما تاخروش خالص الحمد لله. اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله انا بوعد لعيبتي وبوعد اولى الامور وبوعد نادي الزمالك ان احنا ان شاء الله الموسم اللي جاي باذن الله اللعيبه كلها ذهب. هي البطوله الاولى بتبقى اول خضه للبنات، وبعد كده ان شاء الله في اعلى المستويات باذن الله. اكيد ده اللي كان انا كنت عايز اتكلم بحضرتك فيه، زي ما شكرت مجلس اداره نادي الزمالك اكيد كل حاجه متوفره هنا داخل نادي الزمالك، صاله على اعلى مستوى، اجهزه على اعلى مستوى، ده دايما برده بيساعدكم ان انتوا توصلوا للبطوله او الهدف المنشور بتاعكم. طبعا هو في فرق لما اتمرن في ملعب مثلا مش قانوني بعكس ان انا اتمرن في جو زي ما حضرتك شايف ما شاء الله يعني صاله دوليه، صاله الجمباز، ولسه يعني تم افتتاحها قريب من 2018 او اخر 2018، وفيها يعني الحمد لله يعني كل اللي احنا عايزينه. قول لي بقى دكتور على اتحاد الجمباز واللعبه في مصر. لعبه الايروبيك هي لعبه لسه داخله مصر في 2016، دي لعبه حديثه جدا، وكان الاتحاد مشكورا فكر ان هو يدخلها، لان عندنا الجمباز كان الجمباز الفني كان في صعوبه شديده جدا في الاجباريات، وكان البنات او الاولاد هيوصلوا لسن معين مثلا 10 او 11 سنه بيبقى الموضوع صعب شويه، فكان ممكن البنات او اللاعبات يبطلوا في المستوى اللي هو 10 سنين و11 سنه. فالاتحاد بتاعنا مشكورا طبعا، انا بشكر دكتور ايهاب امين رئيس مجلس الاداره للاتحاد وكل اللجنه الفنيه للايروبيك على ان هم فكروا طب احنا هندخل خلاص الايروبيك وهيبقى في مراحل سنيه متفاوته، من اول احنا بنشتغل في المرحله الناشونال من اول 8 سنوات البطولات، ومفتوح لحد درجه ثانيه ودرجه اولى فوق 17 سنه. وده وفر وده لبعض اللاعبات والولاد اللي هم اللاعبين فرصه الاستمراريه، لان كان الرياضه عامه في الجمباز بيبقى عمرها قصير 10 سنين 11 سنه اللاعب يبطل لان الموضوع صعب. لا دلوقتي هي ممكن اللاعب او اللاعبه يبدا جمباز وهو عنده 14 سنه، ما فيش اي مشكله خالص، بيتعمل له تقييم في الاتحاد. وطبعا احنا بنشكر الاتحاد على الدور اللي هم عاملينه من رفع ثقل المدربين والدورات التدريبيه وكورسات التحكيم اللي بناخدها عشان نواكب المجتمع الدولي. قول لنا بقى دكتور برضو عايزين نعرف الجمهور انواع الجمباز، انت حضرتك قلت لي في اكتر من نوع للجمباز. مظبوط، هو الجمباز عامه في حوالي سبع فروع عندنا، الجمباز الفني اللي هو سيدات ورجال، وبعد كده جمباز الترامبولين، جمباز الايروبيك، جمباز الايقاعي، الجمباز العام اللي هو جمباز للجميع، والباركور. طبعا احنا بننتمي لجمباز الايروبيك وان شاء الله هيبقى هيعمل طفره كبيره، وهو بالفعل عمل طفره، وان شاء الله يعني احنا بنشتغل دلوقتي في المرحله الناشونال اللي هي بطوله الجمهوريه زي ما حضرتك لسه قايل. في مصر باذن الله بيبقى في بطولات دوليه، في بطوله الفراعنه بتتعمل كل سنه ان شاء الله بمشاركه دول اجنبيه من بره، فاحنا ان شاء الله هنبقى مستعدين ان احنا نشارك بطوله الفراعنه او اي بطوله دوليه ان شاء الله نمثل مصر، هيبقى عن طريق نادي الزمالك ان شاء الله. يعني بقى الجهاز الفني يا دكتور برضه نديله حقه برضه. طبعا الجهاز الفني بتاعنا احنا ما بنشتغلش خالص يعني حاجه منفرده، الجهاز بتاعنا رئيس الجهاز الكابتن ابو العيلة مشكورا بيساعدوا معانا، انا كمدير فني موجود معايا بقى مدربين، مدربه 2012 كابتن هدير وكابتن ادري يعني ما شاء الله على الشغل اللي عملوه، فرقه 2013 كابتن عبد الرحمن، كابتن اميره، وطبعا الجهاز الاداري اكيد مش هنشتغل لوحدنا، لا في طبعا موضوع كبير قوي ورا اللعيبه، كابتن مدحت، يعني تسنيم، الحمد لله الامور كلنا بنشتغل مع بعض في منظومه واحده، كلنا متفاهمين مع بعض الحمد لله، ما فيش اي حاجه خالص، واهو الحمد لله حققنا مراكز. عرفنا برضه على بنات كده دكتور، برضه قول لنا مدى رضاك عنهم في اللعبه. بناتي حبايبي كلهم الحمد لله، احنا في الجمباز عامه بنقول ان هو بيبقى في توفيق وعدم توفيق طبعا في الجمله، لان الايروبيك عباره عن جمله بتتعمل حوالي في 80 ثانيه فيها حوالي 100 حركه، فكون ان البنت مثلا حصلت على المستوى الثاني فده لا يقلل من مستواها ابدا، بالعكس ده هي يعني بيبقى عدم توفيق من يعني في اللحظه دي ان هي نسيت حاجه او كده، وان شاء الله لما يعني نقرر البطوله المره الجايه ان شاء الله تحقق ده وتحقق اعلى مستوى ان شاء الله. اللي بقى طموحكم بقى الايام الجايه تعملوا ايه مع البنات ومع النادي، وان انتوا ان شاء الله اكيد طبعا لازم تحرزوا عدد بطولات اكبر وتشاركوا بقى بطولات دوليه اكبر. هو ان شاء الله احنا خلاص احنا دلوقتي في راحه سلبيه، خلاص هتنتهي خلال 3 ايام وهنبدا ان شاء الله الموسم الجديد، عندنا ان شاء الله مفاجات كبيره قوي في الموسم التدريبي الجديد، بالبلان الجديد، بالشغل الجديد، بعد ما اخذنا الكورسات بتاعت الاتحاد وشفنا الكورسات الدوليه للتحكيم وعرفنا نقط معينه، لان لسه قانون الايروبيك لسه متغير السنه دي 2022،
ففي كذا نقط كده هنشتغل عليها ان شاء الله، وهيبقى عندنا برنامج جديد ان شاء الله، هندعم الصفوف بتاعتنا من مدربين جداد ان شاء الله، وهنعمل احلى يعني اعلى شغل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تعرف على البنات برضو، نعرفهم الجمهور برضو. عرفينا باسمك. حبيبه. عامله ايه يا حبيبه؟ كويسه الحمد لله. جامده كده في اللعبه. مبروك عليكي الميداليه. شكرا. عرف زميلتك زينه. عامله ايه يا زينه؟ الحمد لله. بركي على صوتك كويس. واخده ايه ما شاء الله؟ فضه. اه طبعا. الكابتن بقى عامل معاكم مجهود جامد صح؟ فريده حاتم. عامله ايه فريده؟ الحمد لله. على صوتك يا فريده، انت بطله ما شاء الله. فضه ايه؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الجمباز؟ الجمباز؟ ايوه. ما شاء الله. بقى نروح للدهب بقى يا دكتور. عرفينا بنفسك. لورا احمد. جبت بقى الميداليه دي ازاي بقى؟ انا كنت داخله في الاول خالص كنت حاسه ان انا خايفه قوي، بس لما دخلت حسيت ان انا بلعب قدام اي كابتن كنت بتدرب معاه. تمام. وانت؟ ديما. عامله ايه؟ الحمد لله. ناوي على البطوله الجايه؟ عربيكي؟ حبيبه. حبيبه. مالك كده؟ ريحانه. ريتال. هاي هاني. الله يمسرب بيكم ومتنور ان شاء الله، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. يعني زميلتي الاعزاء انجي، يمكن يوم جميل جدا هنا داخل نادي الزمالك مع بطلات الجمباز الايروبيك طبعا داخل نادي الزمالك. ان شاء الله في مؤتمر صحفي للمستشار مطر منصور بعد قليل داخل نادي الزمالك. كل التوفيق كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. والان اعود اليك يا انجي. برك شكرا جزيلا لزميلنا العزيز مراد ابو جلال. حقيقي يعني لقاء رائع، اتبسطت جدا باللقاء ده، اتبسطت جدا بالبنات الجمال دول اللي بجد هم دول نواه المستقبل. يعني فرحتي بيهم كانت كبيره وشكلهم بجد يفرح. حقيقي سعيده طبعا بتحقيق نادي الزمالك في لعبه الجمباز، تحقيق يعني ميداليات 20 ميداليه، بنتكلم عن رقم كبير طبعا في مشاركه، اول مشاركه لينا في طبعا بطوله الجمهوريه للبنات دي في بطوله الجمهوريه. بنتكلم عن 7 ميداليات فضة، بنتكلم عن 13 ميدالية فضة عفوا و7 ذهب، رقم كبير. إن شاء الله الموسم الجاي يكون عدد الميداليات الذهبية يكون أكثر بكثير طبعا من الميداليات الفضية. بنشكر طبعا مدرب الجمباز داخل نادي الزمالك على مجهوداته مع البنات الحلوين دول. بنشكر كمان إدارة نادي الزمالك، زي ما المدرب قال في اهتمام كبير وواضح طبعا من إدارة نادي الزمالك بلعبة الجمباز، وتوفير كمان كل سبل الراحة والدعم لهذه اللعبة. طيب استكمالا بقى للنماذج الجميلة والنماذج المشرفة والمشرقة داخل نادي الزمالك، زي ما قلنا لكم في نبض 100 عقبة النهاردة، احنا قلنا لكم ان احنا هنوريكم شوية وشوش تفرح كده، حاجة تبسط بجد على الصبح. من يومين برضو أقيمت مسابقات الجمهورية لأبطال الجودو، ونجح ولادنا وبناتنا في نادي الزمالك في اكتساح أغلب المسابقات ديت والتتويج بعشرات الميداليات الذهب والفضة، عشان يحققوا إنجاز كبير وجميل يضيف لخزائن البطولات بمدرسة الفن والهندسة، سواء بقى في الألعاب الفردية أو في الألعاب الجماعية. تعالوا نروح نشوف يعني تفاصيل أكتر في التقرير ده ونرجع تاني. كانت الظروف كلها مش مساعدانا عشان امتحانات الأولاد، ولكن احنا بلغناهم ان اللي هيخلص امتحان تمرين كان مكثف مرتين في اليوم عشان الأولاد يلحقوا يعني يكونوا عند المستوى اللي احنا مطلوب على تحقيقه، وهو يبقى نادي الزمالك ليه شكل في البطولة إن شاء الله. طبعا إن شاء الله من الولاد دول إن شاء الله هنشوف خامات طيبة وأبطال دوليين إن شاء الله. احنا حققنا 18 ذهب و6 فضة من 24 ولد شاركوا، خدنا 24 ميدالية. كل إمكانيات النادي موفرها، ومستشار مرتضى الحمد لله واحمد مرتضى بصراحه يعني مهتمين قوي بلعبه الجودو. هو يعني في بالنسبه لي انا كان في وعد وصدق فعلا سياده المستشار، وحقق الهدف اللي احنا كنا محتاجينه، صاله وعمل صاله. الدور بقى على بعد كده المجهود اللي هو في الجودو، ويطلع تاني اسم نادي الزمالك زي ما كان رقم واحد بالنسبة لمستوى مصر. ده كان إنجاز كبير جدا، احنا ابتدينا نشتغل عليه أول ما عرفنا ميعاد البطولة. احنا عرفنا ميعاد البطولة في رمضان، ده كان ميعاد يعني قريب من البطولة جدا. أول ما عرفنا ميعاد البطولة كابتن حلمي ادى برنامج لينا طبعا، كابتن أحمد حسنين دكتور أحمد حسنين وأنا، وابتدينا نشتغل عليه.
كثفنا التمارين. كان عندنا مشكلة طبعا ان الفترة دي فيها امتحانات وطبعا صيف سفر، فبرضو اولياء الامور ساعدونا في الحتة دي. ابتدينا نشتغل واخر اسبوعين دول احنا كثفنا التمرين، كنا بنتمرن تمرينتين في اليوم. كابتن حلمي كان بيجي في اليوم مرتين، كلنا كنا بنيجي في اليوم مرتين. الحمد لله يعني المجهود ده بان في البطولة ولا يعني كانت نتيجة مبشرة جدا. ده افضل من الموسم اللي فات بكتير جدا، في فرق كبير، وهي البطولة اصعب من الموسم اللي فات بكتير. اسمي يسري وائل يسري، خدت الميدالية الذهبية، وكانت البطولة اللي فاتت كانت أصعب بس ما خدتش حاجة للأسف، بس اشتغلت على نفسي في التمارين كتير وما وقفتش عشان أعوضها بالبطولة الجاية، والحمد لله أنا خدت الميدالية. اسمي محمد أحمد حسن، حصلت على الميدالية الذهبية، وإن البطولة اللي فاتت كانت غير مرضية بالنسبة لي عشان جبت ميدالية برونز، بس اجتهدت جامد جدا وتعليمات المدربين ليه كانت معلومات كبيرة يعني، والحمد لله عرفت استغلها في أماكن أحلى عشان أعرف أجيب الميدالية الذهب. أنا اسمي محمود خالد أمين، خدت الميدالية الذهبية. أنا كان كل طموحاتي إن أنا أوصل البطولة، وكانت أول بطولة ليا إن أنا أوصلها، الحمد لله وصلت لها وخدت الميدالية الذهبية. اسمي علي أيمن وعندي 11 سنة، والحمد لله حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة الكاتا. كنت أول بطولة ليا كانت بطولة فايت، وحصلت على الميدالية البرونز فيها. ولما عرفت اللي أنا في بطولة الكاتا شديت على نفسي في التمرين، والحمد لله ربنا كرمنا وأخدت ميدالية ذهب. طموحاتي الفترة الجاية اللي أنا أحقق بطولات مع نادي الزمالك. اسمي عدي إيهاب، وخدت الحمد لله ذهب في أول بطولة ليا. الحمد لله لو في أي بطولات تانية هشتغل وأكثف تمريناتي عشان أبقى أحسن من كده كمان. يعني زي ما وعدناكم النهارده وجوه مفرحه وجوه مبشره، ويعني بجد حقيقي الواحد فخور بالولاد دول، الولاد والبنات يعني اللي بجد بيرفعوا اسم نادي الزمالك في المحافل طبعا المحليه، وان شاء الله قريبا جدا في المحافل العالميه. احنا بنتكلم يعني ارقام حلوه جدا، 24 ميداليه حققهم ابطال الجودو داخل نادي الزمالك، الابطال الناشئين الجمال اللي اكيد هيكونوا نواه المستقبل. بنتكلم عن 18 ميداليه ذهب، 6 فضه، ارقام الحقيقه عظيمه جدا. بنتكلم عن الجودو النهارده، بنتكلم عن بطلات الجمباز، يعني حقيقي بجد احنا فخورين بيهم وفرحانين جدا بان احنا عندنا ابطال ناشئين زي دول، اكيد قدام هيحققوا لنا يعني انجازات كبيره. هنتكلم كمان يعني مدرب الجودو كان بيتكلم كمان عن ان في اهتمام واضح من قبل إدارة نادي الزمالك بالألعاب الأخرى، بيتكلموا إن هم كانوا طالبين ملعب خاص بلعبة الجودو وتوفر لهم الملعب ده، فحقيقي في اهتمام واضح وإحنا شايفينه كلنا من قبل إدارة نادي الزمالك بالألعاب الأخرى مش بس بملفات كرة القدم. بنتمنى إنه زي ما في الموسم دوت إنجازات على المستوى المحلي وعلى مستوى الجمهورية، بنتمنى إن شاء الله بعد كده يكون في إنجازات على المستويات الدولية. نتمنى طبعاً كل التوفيق لأشبالنا الجمال دول، بنتمنى دايما ان احنا نشوفهم يعني دايما يكونوا ابطال. دلوقتي خلونا نروح على مدرجكم الافتراضي ونروح لفقره الشارع الابيض. اهلا بكم في فقره الشارع الابيض. تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن الدروس المستفاده من الظهور الاول لمنتخب مصر تحت قياده كابتن ايهاب جلال. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا كانت ايه حول موضوع حلقتنا. طيب البدايه مع يوسف حسن. يوسف حسن بيقول صباح الورد عليك يا انجي، طبعا رغم تحقيق الفوز على غينيا الاداء ما كانش حلو قوي، ما كانش فيه تجانس بين اللعيبه وكان فيه عدم ثقه، وايضا ما كانش فيه روح واصرار، لكن نتمنى الاداء يتحسن المباريات القادمه ويكون فيه شغف ورغبه وروح على الفوز من اللعيبه، وكل التوفيق والدعم لمنتخبنا الوطني دايما من ورا الشاشه يا انجي. شكرا يا يوسف. نورة سعد بتقول صباح الورد والياسمين عليك يا انجي، ودايما متألقة على شاشة قناة الزمالك. شكرا يا نورة. بتقول رغم الفوز الأداء ما كانش أفضل، لكن لازم نرجع روح منتخب مصر، إن شاء الله اللعيبة كلها تكون قد المسؤولية بإذن الله، والقادم أفضل وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني.
سهيلة محمد بتقول صباح الخير يا إنجي، دايما متألقة على قناة الزمالك. شكرا يا سهيلة. بتقول الأداء ما كانش بالأداء المطلوب رغم الفوز على غينيا، كان في عدم ثقة وعدم حماس في الملعب، لكن ده أكيد عشان أول مباراة، بس أنا متأكدة أنه الفترة المقبلة كابتن إيهاب جلال هيصحح الأخطاء وهيرجع الثقة والحماس والإصرار بين اللعيبة، وما ينفعش نحكم عليه من أول مباراة. كل الدعم للمنتخب المصري، كلام مهم ومحترم جدا يا سهيلة الحقيقة. ليلى بتقول صباح الفل يا انجي، طبعا احنا عارفين ان اداء اللعيبه ما يرضيش حد رغم الفوز، لكن الاداء ما كانش قد كده، اهم حاجه الثقه، اللعيبه لازم يكون عندهم ثقه في نفسهم وعزيمه، ولازم يلعبوا بروح وحماس، واكيد اللي جاي احسن، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني، ودايما متالقه على قناه الملكي. بشكرك يا ليلى. طبعا بشكر كل الناس اللي بيشاركونا ارائهم، واكيد طبعا الاداء ما كانش افضل حاجه، اكيد ما حدش راضي عن اداء المنتخب، لانه احنا دايما متعودين ان احنا دايما بنشوف منتخب مصر في افضل أداء وفي أفضل يعني المستويات، لكن لسه برضو هنقول انه كابتن ايهاب جلال دي اول مباراة لي مع المنتخب، اكيد اول مباراة بتكون صعبة، بيكون فيها يعني الامور مش افضل حاجة، اكيد ان شاء الله هنشوف الامور افضل في المباريات القادمة، وكل التوفيق للمنتخب وكمان لكابتن ايهاب جلال. دلوقتي خلونا نروح فاصل سريع جدا، هنرجع لكم بعديه في فقرة سهم وقوس اللي الحقيقة هيكون منورنا فيها النهاردة واحد من النجوم الكبار في نادي الزمالك، كابتن كرة السلة السابق كابتن احمد شوكت، في فقرة سهم وقوس بعد الفاصل، انتظرونا. اهلا بكم من جديد، وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم قوس. عهد جديد بتبداوا كره السله بنادي الزمالك تحت قياده فنيه للكف المخضرم كابتن احمد مرعي، وكلنا امل في تعويض اخفاقات الموسم الماضي والعوده مره اخرى لتسيد دوري السوبر وبطولات افريقيا، والحقيقه انه دايما خبرات وكفاءات ابناء الزمالك هي اللي بتكون السند الحقيقي في توقيتات اللي زي دي، عشان كده بيسعدنا دلوقتي ينضم لنا في استوديو نهارك ابيض كابتن احمد شوكت، احد كبار نجوم مصر ونادي الزمالك في كره السله. كابتن منورني. ربنا يخليك، ربنا يخليك، نهارك ابيض ان شاء الله. نهارك ابيض دايما بتنورنا هنا في نهارك ابيض الحقيقه. ربنا يخليك، ليا الشرف طبعا. شرف لينا يا كابتن. كابتن يعني قبل ما نتكلم بقى عن التفاصيل الموسم طبعا يعني الحالي لفريق الباسكت، حابين يمكن ناس كتير ما تعرفش كابتن احمد شوكت يعني بره الملعب، يمكن ناس عارفين كابتن احمد شوكت نجم كره السله، بس ناس كتير مش عارفين كابتن احمد شوكت خارج الملعب، عشان كده احنا حابين نتكلم شويه في الحاجات الشخصيه، بس في الاول قولي، كلمني شويه عن جيل حضرتك، الجيل القديم والفرق ما بين الجيل القديم والجيل الحالي. والله طبعا الجيل اللي انا اتشرفت اني اقدر اقول ان انا اتشرفت ان انا لعبت معاه، كان يعني جيل يعني صاحب بطولات كبيره، انا الفتره دي خدت 5 بطولات دوري، 9 كاس، طبعا طلعنا بطولات عربيه، بس يعني كان جيل محترم جدا، جيل قوي جدا، زي اللي هو كان معانا كابتن شيب الصناديلي، شامو بسريه، كابتن احمد عادل، كابتن ياسر عبد الوهاب، علي جنايني، وكابتن شعبان عبد الوهاب. طبعا في ناس كثيره يعني محدش يزعل مني، انا ممكن ما قلتش اساميهم، بس طبعا جيل جامد جدا. فانا بدايه لعبي كنت في لعبت في السويس، دي اول حاجه، وبعد كده انتقلت لنادي الزمالك، كان ساعتها كابتن الدكتور اسماعيل سليم هو اللي ماسك الفريق وهو اللي استقبلني واشتغلت معاه، وقعدنا فتره، كان الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه ما كانش فيه بقى تدريب او اتنين، كان 3 تدريبات في اليوم، 3 تدريبات على مدار اليوم، على مدار اليوم الواحد، كان اجازتنا تعتبر اللي هي تدريبه واحده او تدريبتين، كان انتوا خدتوا اجازه يعني تبقى تدريبه واحده في اليوم، كده انتوا مأجزين، بس موجودين في النادي برضه. فده اللي كان اللي خلانا قدرنا ان احنا نعمل البطولات دي كلها. وبعد كده طبعا انهينا المجال الرياضي بتاعنا، وبعد كده اشتغلنا برضه في النادي برضه مدربين وماسكين القطاعات. يعني دايما استفيد من خبراتك الحقيقه دايما في نادي الزمالك، وعايز اسالك بقى يعني حضرتك بنتكلم عن عدد بطولات كبيره يعني سواء مع مصر او مع منتخب مصر او مع نادي الزمالك، كلمني عن ابرز يعني واقرب الالقاب لقلبك. كان يعني طبعا البطوله العربيه
كان دي يعني اكبر يعني طبعا اللي هي المركز الاول. كنا بنلعب طبعا الماتش النهائي اللي يعتبر لعبناه هو ده اقوى ماتش. كنا الحمد لله في الفتره دي كنا بنكسبه من 20 ل 25 بونت. فكان الجيل نفسه كله كان قوي. لعبنا بطولات عربيه كنا بناخد فيها المركز الاول، بطولة افريقيا لعبتها 3 مرات واخذت فيها المركز الثاني. بس كان وقت الوقت الحالي كان بيطلع كاس العالم المركز الاول بس. المركز الاول هو اللي كان بيطلع كاس العالم. تمام. واتعمل كلها بره مصر. يعني مره في السنغال، مره في نيجيريا، مره في انجولا، كانت كلها بره مصر. كواليس طيب البطولات اللي تبقى بره مصر دي كانت بتبقى عامله ازاي؟ لا طبعا كان كل دوله وليها وضعها. يعني جينا السنغال، السنغال مجرد ما رحنا بعدها بيومين منعوا ان اي حد يمشي في الشارع لوحده. منعوا ان اي حد ممكن من اللعيبه ان هو يسلم على اي حد في البلد. يعني بيلمس ايديه. 12 ان في اعمال بتتعمل مجرد بس ان انت تسلم على شخص. اعمال بتتنقل بالهواء بالسلام. مجرد بالسلام. هم طبعا اللعيبه عاملين اعمال في ايديهم مش كل اي حاجه. فطبعا كان ذعر جامد قوي في الفرق كلها مش مصر بس. يعني معظم الفرق اللي هي كانت مشتركه كان كله يعني حابس نفسه مكان واحد. كله تحركاته مع بعض. في دول تانية كنا بنروح لو ما كناش موجودين والبعثة طبعا عاملة حسابها في الأكل والشرب والحاجات دي كلها بيكون الوضع صعب. صعب جدا. حصلت مرة رحنا دخلنا الفندق أول يوم جينا نزلنا على الغداء جينا ناكل قال لك ما حدش ياكل حاجة خالص. ما فيش أكل ولا ما في أكل إن هم في أكل وكان فراخ بس حاطين عليها زبده معموله من دهن الخنزير. فما فيش ما كانش فيه اهتمام باكلكم او بالناس اللي جايه دي ممكن ياكلوا ايه او يناسب ايه. بس هي طبعا اللي كانت عامله حسابها واحنا كنا عاملين حسابنا في اكل بحيث ان لو حصل اي ضرب ولا حاجه. فطبعا قدرنا ان احنا نتعامل لغايه ما قدرنا ان احنا نظبط الموضوع مع الفندق. فدي كانت بطوله افريقيا. وطبعا كان في مره بطوله افريقيا لعبناها طلعنا منها بعديها باسبوع بالظبط على البطوله العربيه. ما كانش في راحه طبعا المنتخب من هنا لهنا وبرضه الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا. لا انتوا كنتوا جيل ذهبي الحقيقه كابتن شوكت. يعني طيب هعمل لك اختبار سريع كده. اتفضل. فاكر اول مره دخلت فيها نادي الزمالك؟ طبعا. كانت امتى وكان ايه من اليوم ده؟ كان سنه 91. كنت جاي طبعا جيت على التدريب على طول وكان دكتور اسماعيل سليم كان موجود في النادي وهو اللي قابلني وكانت رحمه الله عليه الكابتن ممدوح موسى اللي كان مدير اداري في الفتره دي. فهم اللي قابلوني وقالوا لي انت هتقعد في الشقه فين وهتدخل تدرب مع الكابتن حمدي سعودي كان هو اللي ماسك ساعتها ال 20 سنه في النادي. ابتديت تدريبات معاه بس طبعا كانت حاجه كبيره جدا ان انا اول يوم انا اخش في نادي الزمالك. فطبعا كان فرحه كبيره كنت لسه 20 سنه. يعني لسه فاكر اليوم ده؟ طبعا دلوقتي. جدا جدا من احسن ايام الواحد طبعا في حياتي. طب خليني برده لسه مكملين في الاختبار السريع برده اول مكافاه ليك خدتها كانت فاكرها؟ مكافاه الدوري العام. كان بطوله الدوري العام كنا اول سنه اطلع درجه اولى على طول. كانت ساعتها كان المكافاه كلها 4000 جنيه. كان مبلغ كبير وقتها؟ طبعا. طبعا كان حاجه كبيره. المرتبات ساعتها كان المرتب كان 40 جنيه في الشهر. 40 جنيه في الشهر ف 4000 جنيه ده حاجه جامده قوي. حاجه جامده جدا. طبعا دي كانت اول مكافاه كنت اخدها في نادي الزمالك كان بطوله الدوري العام. دي كانت فرحتك كبيره. عملت ايه لما خدت المكافاه؟ ايه اول حاجه عملتها كده اللي هو انا مسست الفلوس دي انا هعمل ايه بيها؟ قسمت بقى فلوس بقى انا هدي لاهلي ايه وهصرف ايه وساعتها صرفت الفلوس وطلعت على السويس على طول ما قعدتش مبلغ كبير طبعا خايف ان هو يتاخد. خايف ان هو يتاخد. فطبعا حاجه كويسه. قول لي كابتن احمد شوكت لو ما كانش لاعب كره سله كان ممكن تختار تكون ايه؟ انا قبل ما العب سله يعني بفتره قليله كنت لعبت مصارعه. ودي كانت يعني ايه كنت ممكن الخطوه اللي هي البديله للباسكت. انا بطلت يعني ما كملت المصارعه عشان موضوع الباسكت. فلو ما كانش الباسكت انا هيبقى المصارعه. ايه يعني ايه اللي حببك في المصارعه؟ يعني جت ازاي برضه حته المصارعه دي وكان كان مستواك فيها ايه؟ يعني كنت حاببها ولا؟ كنت ساعتها برضه زي ما حضرتك انا في السويس والمدرب عرض عليا ان انا العب. واخويا الاكبر مني كان بيلعب ساعتها مصارعه. ودخلت البطوله وخدت المركز الثاني على السويس. ده اللي حببني ان انا يعني الفتره دي كنت الحمد لله بنيه جسمانيه كانت كويسه. ف
فده اللي خلاني ان انا اتشجع وادخل في لعبه زي دي. وهي المصارعه تعتمد على الجسم الجامد وزائد اللي هي التكنيك بتاع اللعبه نفسها. فلما لقيت نفسي ان انا مشيت فيها فحبيت ان انا اكمل. بس لما جه طبعا موضوع الباسكت ده كان مدرب برضه من السويس اسمه كابتن حسين وحلاوه، هو اللي شافني قال لا انت يعني جسمك طويل وكويس وقال لي لا خش موضوع الباسكت. بيخطفوا الطوال. بيخطفوهم اهم حاجه. اهم حاجه الطول في اللعبه دي. طبعا. وكان ساعتها كان الكابتن عادل عبد الفتاح هو اللي كان ماسك الفتره اللي هي الفتره دي، كان هو اللي ماسك النادي الزمالك. والمدرب ده كان له علاقه بيه وهو اللي كلمه قال له عندي لعيب، عندي شخص طويل وممكن يكون لعيب كويس. وهو اللي بدربني ساعتها الكابتن حسين وحلاوه وزقني موضوع اللعب وهو اللي كلم نادي الزمالك عليا. حبيت وقتها كرة السلة؟ يعني انت لقيت نفسك فيها ولا حسيت انه انا متميز ولعبة كويسة وانا قادر ان انا يعني ادي فيها بشكل كويس فخلاص مشيت فيها، ولا انت كنت حبيت الموضوع اكتشفته؟ هو طبعا ما كانش عندي الرؤية بتاعت الباسكت، بس لما اتعرض عليا وقال لي انت طولك ولا اللي هيفيد، لما ابتديت ان انا يعني اتحرك فيها لقيت ان انا ممكن اكون يعني حاجة في الباسكت بالنسبة عشان الطول. ولما لعبت بعد كده لا لقيت ان الحمد لله ان الموضوع كويس بالنسبه لي، وده اللي حببني ان انا اكون اكمل في موضوع الباسكت وان انا اروح نادي الزمالك ودخلت بعد كده منتخب مصر. بس هي حته الطول اول حاجه. لأن فكرتش تلعب كره قدم ولا ما لا مالكش فيها؟ لا ما كانش في بالي خالص. ما جاتش في بالك؟ لا 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 خالص. طب بتلعب لسه دلوقتي يعني ممكن بتلعب ماتشات سله وكده لما بتبقى فاضي او كده؟ مجرد لما بشوف اساسا كوره الباسكت او ملعب الباسكت يعني ايديا يعني ايه بتتحرك لوحدها. بتتحرك ايوه. وانا في كده كده بلعب دوري الشركات فكل سنه على طول بطوله الشركات في القاهره وفي اسكندريه او بورسعيد. فلازم الحاجه اللي انت بتحبيها مهما هتبعدي عنها هتلاقي نفسك بتجري عليها لوحدك. اكيد. فالواحد حابب الباسكت وحابب ان هو موجود على طول في الملعب. كنت متابع زمان وانت بتلعب؟ كنت مثلا متابع كره الباسكت العالميه؟ هل كان في مثلا حد معين كان محببك، نجم كان محببك في الباسكت بول ولا لا؟ طبعا مايكل جوردن كان من احسن اللعيبه اللي الواحد كان بيحب يتفرج عليها. ماجيك جونسون، شاكيل اونيل بعديهم برضه على طول. فالناس دي انت بتتفرجي على باسكت مش موجود اساسا، يعني حاجه كده انت بتحلمي بيها. وطبعا مهما نعمل مش هنوصل، احنا بنبقى نوصل ل 10% منهم. يعني احنا حاجه يعني كبيره قوي، بس ده اللي كان بيحببك ان انت يعني تزودي تدريباتك ان انت تعملي اي حاجه توصلي بيها للمرحله دي. نفسنا نوصل للمرحله دي، نفسنا نشوف نفسنا زي الناس دي. بالظبط. بس في فرق طبعا بين التاهيل للباسكت بره وعندنا. هناك ما فيش حاجه اسمها ان انا بروح شغل بروح دراسه، كل حاجه متواجده تحت ايدك. دكتور بينظم لك اكلك، بينظم لك التدريب بتاعك، بينظم لك حاله نفسيه عشان توصل للمستوى ده. ناقصنا ايه عشان نبقى مميزين قوي في الحته دي زيهم؟ اكيد ناقصنا حاجات كتير. بالظبط كده. انا عارفه انه اكيد ناقصنا حاجات كتير، بس ايه الحاجات اللي في الامكان ان احنا ممكن نبدا ان احنا نعدلها؟ اول حاجه اللعيب، كل لعيب يخاف على مصلحته وعلى مستواه ويحب المكان اللي هو عايزه. طول ما انت هتحب اللعبه او النادي هتبقى عايز توصل. فانت عايز النهارده اولا لعيب ينظم وقته، يحافظ على تدريباته. النهارده اللعيب بيبقى من ساعتين لثلاث ساعات تدريب ومش عايز يتعب. انت بتمرن تتمرنوا ثلاث مرات في اليوم؟ ثلاث مرات. اقل مره بتبقى ساعه ساعه ونص. يعني الصبح الظهر اخر النهار. بس انت كنت حابب ان انت تعمل حاجه، حابب تعمل حاجه، مع العلم ان انت المبلغ او المرتب او المكافاه اللي بتاخدها مش عاليه. بس انت حابب تعمل اسم لنفسك. فانت طالما حابب تعمل حاجه هتتعب له لو هتعمل ايه. فالنهارده مطلوب من اللعيبه ان هو يتعب، ان هو يشتغل على نفسه كتير، مش اللي هو ان انا جاي ان انا ساعتين او ثلاثه تدريب، لا مفيش الكلام ده. كان في لعيبه كتير بييجوا يعني ساعه او ساعتين لوحدهم خلاف التدريبات الاساسيه يشوطوا او يلعبوا الحاجات اللي هي الاساسيه بتاعتهم. فده اللي ينجح اللعيب. حب اللعبه اللي انت عايز اللي بتاعتك عشان توصل لاعلى مستوى. شايف انه اللعيبه الحاليه دلوقتي معاهم فرصه افضل، معاهم ظروف احسن من يعني من الظروف على ايام جيلكم؟ يعني دلوقتي ممكن السوشيال ميديا، الشهره، النجاح، اسمه برضو دلوقتي الجمهور بقى تحسه بيشوف اكتر الباسكت بول، مثقف اكتر في فكره الالعاب الجماعيه اكتر من اهتمام بس فقط بكره القدم. شايف ان هم فرصتهم دلوقتي
في النجاح والشهرة أكبر بكتير من فلوسكم زمان؟ طبعا دلوقتي أعلى بكتير. دلوقتي الإمكانيات المادية أو اللي هي بتاع الإمكانية بتاعت الماديات كويسة أعلى. جدا إن أنت ممكن تتحرك في أي حتة. الأجهزة نفسها عندك الأجهزة نفسها يعني في تعديل كتير قوي. انت الاول كان الحديد يعتبر حاجات بلدي وتتعامل بيها، دلوقتي بقى اجهزه تحطها على رجلك تقويك العضله. ايوه صحيح. في حاجات بروتينات وحاجات اختراعات دلوقتي، في اختراعات كل حاجه متوفره الحقيقه. طبعا الملاعب دلوقتي غير زمان. زمان كان الصاله المغطاه رقم واحد دي الاساسيه. الملاعب الفرعيه بتبقى بلاط. فدلوقتي لا، ملاعب ترتان وتريفليكس وحاجات كتيره قوي، ان انت بتريح لك جسمك عن الاول. فلا بقى دلوقتي حاجات اعظم بكتير، الجيمات اللي هي اللي موجوده. فانت عندك لا، في حاجات كتير قوي بدايل، امكانيات اعلى من الاول. صحيح. فانت النهارده عندك الامكانيه ان انت تبقى لعيب كبير او لعيب مميز، بس مش بنحافظ عليها. قليل قوي لما تلاقي لعيب يعني بيحترم شخصه كلاعب. يعني طب من هنا بقى خليني اخدك ونتكلم عن الموسم الحالي. يعني شفت ازاي طبعا الخساره او الفشل في الفوز ببطوله افريقيا الاخيره؟ يعني احنا كنا مقدمين في بدايه البطوله، كنا مقدمين مستويات جيده لحد ما جينا قدام الاتحاد المنستيري، طبعا يعني للاسف خسرنا، وصلناش للفاينل واكتفينا بالمركز الثالث. شفت ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي ممكن يكون السبب في حاجه زي كده؟ هل شايف ان الاستعدادات ما كانتش افضل حاجه، او المشكله كانت فين بالظبط؟ هي المشكله بص حضرتك من بدايه الموسم، انت الزمالك اتظلم السنه دي من ناحيه التعاقدات اللي كان ممكن يجيبها تدعيمات في اول الموسم، لان ما كانش عندنا تدعيمات الا صفقه واحده بس، وبقيه الصفقات بمبالغ عاليه جدا. فانت كان ده الدروب الاساسي، مش اللي هو الدروب الاساسي في نهايه الموسم، لا ما فيش حاجه بالنهايه بتاعتها زي المباراه. لو انا النهارده يعني ضيعت الكره الاولانيه زي ما ضيعت الكره الاخيره. كل المباراه مرتبطه بعدها، يعني ال 40 دقيقه مرتبطين ببعضهم. صحيح. مش هجيب النهارده لا اقول لا اصل البطوله الافريقيه الماتش اللي خسرته هو ده الاساس، لا. الاساس من البدايه ان الاتحاد النهارده اجبرني على عدد معين او على عدم دخول لعيبه تعاقدات جديده. انا لعبت بالتعاقدات اللي هي اللي كانت معايا. بس النهارده كان لازم اغير. ان البطوله الماتش اللي هو بتاع المنستيري في ضربات حصلت، ما حدش يقدر يقول لا، لان انت كان عندك قبليها في اصابات قبل ما نطلع اساسا البطوله دي. انت لعبت البطوله هنا، طب انت نجحت البطوله هنا كانت في القاهره. ليه؟ عشان اللعيبه عملت مجهود عالي قوي، وبعديها طلعت على البطوله الثانيه ولعبت قبليها اللي هي بطوله الدوري الماتشات بتاعت الاتحاد. فده كله كان اجهاد كبير على اللعيبه. طبعا. وانت السفر بتاعي كمان عشان تروح تلعب البطوله النهائيات، ده كله كان لود عالي على اللعيبه. فما نقدرش نقول سواء تقصير في اللعيبه سواء المدرب او اداره النادي، كل الناس كانت واقفه مع بعض عشان توصل للنهائي. بس هو طبعا توفيق وعدم توفيق هو ده الحاجه الاساسيه. طيب يعني خليني اسالك عن يعني تقييم حضرتك للاعبين الاجانب اللي كانوا موجودين في الفتره اللي فاتت، واللي شايف ان هم هل ممكن يصنعوا الفارق في اللي جاي ولا لا؟ يعني نتكلم طبعا عن ادجر سوسا، بنتكلم عن اللاعبين اللي كانوا موجودين في بطوله افريقيا، سترابري، ماكيني، ايك ديج، وشايف اللاعبين دول مدى استفاده الفريق منهم ايه؟ هما ما خلوش يعني اول ما جم، انا صراحه تعقيب ما كانش بالمستوى العالي لنادي الزمالك اللي هم البطوله. بس المستوى بتاعهم ظهر في البطوله اللي هي كانت هنا في القاهره اللي هو قبل النهائي. كان كويسين جدا. ادجار سوسا ما كانش وحش يعني، لا ما كانش بعيد، بس الدروب كان ان هو كان عايز يلعب لوحده في المباريات النهائيه. هو وايك. هو ماكيني. بس النهارده الموسم طبعا الجديد انت مش هيكون معاكي حد منهم، لان هم اللي فيه ثلاثه كانوا جايين على البطوله بس الافريقيه. فدول خلاص انتهى التعاقد بتاعهم. ادغار سوسا يعني ممكن تعاقد معاه او لا حسب رؤيه طبعا الكابتن مرعي. هو اللي هيحدد اذا كان هيكون هو او غيره.
فالموسم اللي هو اللي فات طبعا انتهى بحلوه وبوحشه باي حاجه. يعني برضو كابتن احمد مرعي يتكلم وقال ان هو محتاج ان هو يجيب لعيب جديد مواصفات خاصه، يعني ممكن يكون طويل، يعني حاجات بعيده شويه عن شكل ادجر سوسا. فشايف ان سوسا كده ممكن ان هو ما يكملش؟ اكيد طالما كابتن مرعي طبعا ادى رؤيته الفنيه ان هو محتاج بوزيشن تاني غير ادجر، اكيد هيعمل حاجه تانية عكسها. يعني من الصفقات برضو الجماهير بتسأل عليها دايما عاصم مرعي، يعني ناس كتير جدا بتتكلم عليه وبتسأل اذا كان هيجي الزمالك ولا لا، فحضرتك برضو شايف يعني شايف الاضافه اللي ممكن يقدمها عاصم مرعي ايه للزمالك لو جه؟ هو طبعا اضافه كويسه جدا، عاصم مرعي من اللعيبه الكويسه جدا العاليه اللي لعب بره كتير وخد خبره عاليه قوي، بس نتكلم في الواقع هو عاصم حاليا مش موجود مع الزمالك، بس احنا طبعا احنا كنا نتمنى، بس طبعا هو حسب اللعيب وحسب رؤيته الرئيسيه او الحياه العامه بتاعته هو هيستريح هنا او هنا. بس الواضح ان عاصم مرعي بره مصر. طب خليني اسالك، يعني وجود كابتن احمد مرعي وبدايه جديده مع كابتن احمد مرعي، حضرتك متفائل قد ايه بالبدايه ديت مع كابتن احمد مرعي؟ انا متفائل جدا، اختيار كان كويس جدا ان كابتن احمد مرعي يكون موجود في الزمالك، هو طبعا ابن من ابناء الزمالك سواء لعيب سواء تدريب، وكان موجود درب مع اجيال كتيره في نادي الزمالك. كابتن مرعي راجل عاش الملعب الباسكت، راجل عارف منين النهارده يشوف اللعيب ومنين النهارده يعرف اللعيب ده عايز ايه نفسيا او سواء جوه الملعب او بره الملعب. طبعا هو اضافه جامده جدا، وانا من اسعد الناس ان انا يعني اول ما سمعت ان اسمه اتحط في نادي الزمالك كنت سعيد جدا. شايف ايه اهم صفه موجوده في كابتن احمد مرعي يقدر يفيد بيها نادي الزمالك في الفتره الحاليه؟ ان هو راجل عايش اللعيبه، يقدر يقرب من اللعيبه بسهوله جدا. نسيبنا من حته التعصب بتاعته في الملعب، دي وارد، اي حد لازم يكون، اي حد بيحب ان هو المكسب لازم يكون بالشخصيه دي، ان هو بيقدر يوصل للعيب، يوصل لشخصيته، يوصل ان هو يحتويه، يعني سواء ابنه او اخوه فيقدر ان هو يتعامل معاه. وجوده هيشوف كمان القطاع كله، هيشوف مين اللي طالع من قطاع الناشئين يقدر ان هو يتوظف في الدرجه الاولى، هيقدر ان هو يتعايش مع الجهاز كله ومع نادي الزمالك، لان هو كده كده حافظ نادي الزمالك ومدرب مصري. يعني النهارده خلاص بقى الموضوع دلوقتي النهارده مدرب اجنبي. طب ليه؟ ما هو في مدربين مصريين على فكره كويسين جدا، كويسين جدا، وهيقدر يتعامل مع اللعيبه ويقدر يفهمهم. طب خليني اسالك، يعني احنا دلوقتي شايفين اهتمام واضح وكبير جدا من اداره النادي بملف الصالات، شايفين اهتمام كبير جدا من استاذ احمد مرتضى منصور المشرف العام على ملف العاب الصالات، شايفين اهتمام كبير جدا منه الحقيقه في كل الالعاب، في كل العاب الصالات. فحضرتك شايف حاجه زي كده وفكره انضمام كابتن احمد مرعي طبعا لفريق كره السله، شايف ده ايه المطلوب منهم الفتره اللي جايه ديت للفريق عشان يعني اللي حصل الموسم ده ان شاء الله يعني ما يحصلش الموسم القادم؟ هو طبعا الكابتن احمد مرتضى والاستاذ احمد مرتضى وكابتن خالد لطيف، الناس انا يعني في ناس كده مجلس اداره على راسهم المستشار مرتضى منصور، بس انا اللي اتعاملت مع الاثنين دول مع الاستاذ احمد دعبس متواجدين على طول مع بعض عشان يحلوا ازمه العاب الصالات. شايف ازاي ممكن يجهزوا للموسم الجديد؟ هو طبعا اللي هم بيعملوه ده يعني يعتبر اعلى حاجه احنا وصلنا لها في الوقت الحالي، ان هم جابوا لعيبه كتيره في جميع الالعاب، مش في السله بس، في اليد والطايره والسله سواء رجال او سيدات. يعني عايز اسالك كمان على التعاقدات الجديده في كره السله، يعني تعاقدنا مع عبد الرحمن سعد كان بيلعب في قطر، وليد عبد الجواد كان بيلعب في الجزيره، خالد عبد الناصر كمان عوده مهاب ياسر في الفتره الحاليه، فعايزين برضو نتكلم عن فكره التعاقدات الجديده. انت عندك دلوقتي ان كان عندك دروب في كذا مركز، انت جبت 3 تعاقدات زائد مهاب، انت كده يعتبر غطيتي المجموعه كلها، زائد انس زائد كيجو يخلصوا برضو عقودهم، انت كده يعتبر فرقه متكامله، لان انت كان ناقصك دلوقتي ابراهيم عبد الجواد، خالد عبد الناصر القطري، القطري ده يعتبر هو مصري، مش عشان بس ما حد يقول ان ده المحترف بتاعنا، لا هو مصري مجنس. صحيح. فانت عندك دلوقتي تشكيله كويسه جدا،
فتره الاعداد بقى او التعديل في الكلام ده، ده هيقف على اداره نادي الزمالك مع الكابتن احمد مرعي في الشغل اللي هو طبعا هيعملوه، واكيد هم عاملين طبعا سيناريو عالي جدا ان هم يعني يظبطوه على اساس يبتدي الموسم الجديد بتاعهم. ان وجود مجلس اداره او ناس مسؤوله عن العاب الصالات بيدعموا بالمنطق ده وكل يوم موجودين بيجتمعوا مع كل الفرق او كل الاجهزه، انا متفائل ان شاء الله السنه دي ان احنا نعمل موسم كويس جدا في جميع الالعاب ان شاء الله. يعني كابتن خالد لطيف وكابتن الاستاذ احمد مرتضى والاستاذ احمد دابس على طول متواجدين بيجتمعوا مع الاجهزه كلها ان هم يرفعوا المستوى بتاع الالعاب كلها. طب سريعا كده عايز اسالك بس عن فكره تراجع مستوى مودي ومعاذ ايمن سريعا. هو مش تراجع، انت حته برضو اللعيبه الاجانب لما متواجدين بيقللوا من فتره اللعب بتاعه اللعيب المصري. انما هي مش تراجع، هو بس حته ممكن اصابه، لان احنا عارفين ان احمد ياسر حصلته اصابه من في ماتشات الدوري في ماتش الاتصالات، ودي اثرت عليه ان هو ما كانش قادر ان هو يتحرك لان جت في الضلوع. انما اللي جاي هيبقى احسن، هو مش تراجع. ان شاء الله اللي جاي بتمنى اللي جاي يكون احسن. بشكر يا رب ان شاء الله كابتن احمد شوقي، وبتمنى اكيد لفريق كره السله بنادي الزمالك الافضل خلال الموسم القادم. احنا يعني في كل سبل الراحه متوفره، كل التدعيمات، كل الدعم من مجلس اداره النادي ومن كمان من جماهير نادي الزمالك، احنا اكيد دايما في ظهر يعني فريق كره السله. ودي طبعا حاجه كويسه جدا ان قناه نادي الزمالك تبقى متابعه كل التعديلات في النادي وفي الرياضه عامه. يعني احنا ما وراناش حاجه تهمنا الحقيقه هنا طبعا غير نادي الزمالك في طبعاً. كل المجالات الحقيقه ربنا يوفقكم ويوفق اداره نادي الزمالك ان شاء الله. شكرا كابتن احمد شوكت، طبعا نجم نادي الزمالك ونجم مصر في كره السله. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون يعني كانت حلقه مميزه وتكونوا استمتعتم بيها. بشكركم جدا على حسن المتابعه ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة.